أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي براعم مسك في الجزء الثاني من برنامجنا. ومعنا في الاستوديو دعونا نرحب بضيفة مميزة جدا. دعونا نرحب بالطفلة لين عبد القادر. والمنحدرة ماء النهري ماء النهري ماء النهري ماء النهري ماء النهري أسرع يجري حين دعاه صوت البحر ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدرة ماء النهري ماء النهري. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا لين، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. عرفينا يا لين عنك أنت، ولأن براعم مسك قليلا شعروا بالتوتر، كيف يعني طفلة تتميز بالكشافة وهي بنت؟ يعني دائما يسمعون أن الأولاد متميزين بالكشافة فيريدون أن يعرفون من هي لين عبد القادر. عرفينا بنفسك. أنا اسمي لين عبد القادر، عمري 8 سنوات. أين تسكنين مثلا هنا في إسطنبول؟ تسكنين في أي منطقة في إسطنبول؟ بشاك شهير. بشاك شهير. طيب من أين أنت؟ من أي بلد عربي؟ من فلسطين. من فلسطين، أهلا وسهلا بك. ما اسم مدينتك في فلسطين؟ من سلواد. سلواد، جميل جدا. طيب يا صديقتنا لين، الآن أنت قلتي بأنك يعني كل هذه التفاصيل هي بسيطة لكن لا يعرف الأطفال عنك الكثير. لنبدأ بمواهبك وهواياتك. أنت تقرأين كثيرا، لماذا تحبين القراءة؟ لأن أتدرب. تتدربين على القراءة باللغة التركية تقصدين؟ نعم. رائع. وأخترع قصص. هكذا. طبعا لين تقرأ الكثير من القصص، يعني الكثير من الأطفال يقرأون القصص، ليس هذا موضوعا ربما مميزا جدا، لكن لين لديها شيء مميز جدا، أنها تقوم باختراع القصص، تقوم بتأليف القصص، لديها مخيلة عالية جدا. من أين جاءتك فكرة اختراع القصص وتأليفها؟ أنا أقرأ وثم تطلع الفكرة من عقلك هكذا. نعم. جميل. طيب أنت متى بدأتي بتأليف القصص؟ من الصف الثاني، يعني قبل عام كامل. نعم. هل كنت تكتبين باللغة العربية مثلا؟ لا. طيب كيف كنت تكتبين قصصك إذن؟ كانت أمي تكتبها وأنا أحكي لها. يعني أنت تقومين بتأليف القصة؟ نعم. وماما تقوم بكتابة النص. أنت رائعة يا لين. طيب ما كان انطباع ماما، ماذا كان رأي ماما عندما تكتب القصة التي أنت ألفتها؟ كانت رأيها يعني هل كان مثلا رأيها تقول ليست قصة جميلة أو قصة واو مذهلة؟ ماذا كانت تقول لك؟ كانت تقول جميلة. كانت تحبها. نعم. طيب على من سردت تلك القصص؟ يعني قرأت تلك القصص لمن؟ لأختي. ما اسم أختك؟ أمل. أمل كم عمرها؟ 5. جميل. ما كان رأي أمل؟ جميل كان. طيب وصديقاتك؟ لم أحكي لهم. لماذا لا تحكي لصديقاتك؟ أنت لديك مخيلة ولديك قصص جاهزة قمت بتأليفها، لماذا لا تقولينها للكل؟ يعني يجب أن تتشجعي يا لين. نعم. طب هل يمكنك أن تخبريني جزءا من قصة أنت قمت بتأليفها من خيالك؟ نعم. أخبريني، إنني مستمتعة الآن أستمع إليك. الليلة والذئب. أنت ألفتي قصة تشبه ليلى والذئب، لكن ليلى والذئب ليست من تأليفك. لا يعني أنت نملة. نملة. طيب أخبرينا عن هذه النمولة الحلوة. كانت نملة وأمها تقول لا تشاهدين كثير من التلفاز. وقالت أمي حاضر. بعدها كانت مريضة وشربت البابونش. نملة تشرب البابونش ولديهم تلفاز في المنزل، رائع. طيب هل هي امتثلت لأوامر ماما عندما قالت لها لا تشاهدي التلفاز كثيرا؟ نعم. يعني ردت على ماما. نعم.
طيب من أين تأتيكي هذه الأفكار؟ والله أفكار جميلة، يعني نملة في البيت، أنت تخيلتي أن لديهم كثيرا من لديهم تلفاز، وحتى لما تمرض لديهم أعشاب، يعني أنا مستغربة. جميل. طيب ستحكي لنا أيضا مزيدا من القصص، ولكن معنا اتصالات من أصدقائنا، أستأذنك لأخذهم. مساء الخير صديقنا عمر. أنا نصر الدين. نصر الدين. نعم. لست عمر، لكن عمر أم نصر الدين؟ نصر الدين. نصر الدين، أهلا وسهلا يا نصر الدين، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف كم عمرك؟ 11 سنة. 11 عاما. أخبرني كيف هي امتحاناتك؟ أنا الآن في مدرسة الحافظ أحفظ القرآن. يعني لا يوجد لديكم اختبارات نهائية الآن؟ لا. يعني نموذج الدراسة لديكم مختلف، لكن إجمالا هل أنت تخاف وقت الاختبارات؟ لا. هل تلجأ للغش يا نصر؟ الغش حرام. طبعا حرام، هذا ما توقعت أن أسمعه منك تحديدا، يعني حقيقة بارك الله فيك وفي تربيتك يا نصر. طيب سأسألك، هل أنت جاهز لتدخل معنا إلى السحب؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله. ما هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة؟ دبي؟ لا. هل تريد خيارات مساعدة منا؟ نعم. هل هي القاهرة أم هي أبوظبي أم هي الكويت؟ أبوظبي. أبوظبي، أحسنت يا نصر الدين. أتمنى لك التوفيق يا نصر الدين، ابقى معنا في الاستماع حتى نهاية الحلقة. هيا فالأمر مفيد. إن في الترشيد. ومعنا أيضا يا صديقتنا لين، معنا اتصال من صديقتنا آمنة. مساء الخير آمنة. مساء الخير. كيف حالك؟ بخير. كم عمرك أمون؟ 8.5. 8.5. انظري إلى تقريب الأعداد، 8.5. أهلا وسهلا بك. هل أنت الآن في فترة الامتحانات يا آمنة؟ أجل. أخبريني عن امتحاناتك، إن شاء الله تكون بخير وجيدة. جيدة الحمد لله. متى تنهين اختباراتك المدرسية؟ خلصت كله. أنهيتي، ممتاز ممتاز يا آمنة، هذا شيء جيد. طيب ماذا تخططين أن تفعلي في العطلة الآن؟ لا أعرف. يعني لابد أن تضعي هدف مثلا واحد أو هدفين اللي تحاولي. ماذا؟ أحفظ القرآن إن شاء الله، ليوفقك الله إن شاء الله. طيب هل أنت جاهزة لتدخلي معنا إلى السحب؟ أجل. طيب ما هي عاصمة مصر؟ القاهرة. أمور شطورة. شطورة يا أمون، لقد كتبت اسمك لتدخلي معنا إلى السحب، ابقي معنا عبر الاستماع، في نهاية الحلقة إن شاء الله هناك سحب. وفي رسالتي يقرؤون بصداقة قوية، نتخطى الصعاب سوية، فهل تراهم سوف يقبلون؟ سوف أحضر ردي وسأبذل جهدي، سأريهم أني وفية لا أخلف عهدي. كم كنت غبية، ما كنت أنانية، أعتذر لكم فاقبلوا. لكننا هذه الأغنية يا أصدقائي وضعها لنا عمير، ولكن اكتشفنا بالصدفة أننا أنا وعمير دائما نحب الاستماع إلى هذه الأغنية من أجمل أغاني سبيستون. ماذا عنكم؟ إن كنتم تحبوا هذه الأغاني اكتبوا لنا في التعليقات. مستمرون مع المبدعة لين، وسنتكلم معها بعد الفاصل عن رحلتها في الكشافة والمخيمات الكشفية. ابقوا معنا عبر السمع، لا تذهبوا إلى أي مكان، سنعود بعد قليل. براعم مسك برعاية مدارس توليب الدولية. مدارس توليب، تعليم غير نمطي.
أمار شو عم تعملي هون؟ وليه واقفة هيك بالشمس؟ لك آخ بس خلصت إقامتي وبدي أعمل تأمين مشان الإقامة الجديدة وعم خاف لأنه سمعت في كتير مبطلت إقاماتهم لأنه التأمين مزور. النظام يا ستي مالك غير تكافل للتأمين، كتير سمعت عنهم على راديو مسك، جربت تأمينهم وخدمتهم وفعلا صرت كل ما جدد إقامتي ما برتاح لحتى شوف ختم تكافل. طيب وكيف بدي أوصل لهم لتكافل؟ شوكولاي فرعهم الرئيسي بالفاتح. بس انت وين ما رحتي على اي مكتب اقامات بتركيا اتاكدي تامينك يكون من عند تكافل. يا عيني لك مثل ما عم قلك، وحطي ببالك عندهم نوع تامين بيغطي لك كل تكاليف المشافي الخاصه بدون حد وبدون ما تدفعي ولا ليره. تكافل 0524334 8 حياتي امنه. ايه وبعدين معك؟ مو عاجبك العجب ولا صيام برجب؟ لك يا عمري يا حبيبي مو للاقي شي حلو مثل اللي بدي اياه. انا بدي لك شو بدك شو بدك؟ من الصبح ونحن عم نفتي. هي التخت مو مريح، هي الخزانة صغيرة، هي الغسالة ما بعرف شو، هي السجادة لونها مو تمام. روق حبيبي روق، لك مو انا العروس وبدي افرح شبنا. انت ما بينفعك غير الحناوي، كل شي موجود، غرف نوم، طاولة سفرة، ستاير، سجاد، توصيل وتركيب وفوق سكرة. ايه لكيف فاتتني هاي؟ الحناوي طلبك عنا. شركة الحناوي لصناعة المفروشات. كل ما يلزم بيتكم الجميل. ياني بوسنا 0538-572-10-18 الحناوي. الآن من أيدن لايف موبيليا عروض ولا في الخيال، عفش بيتك كامل فقط ب 17000 ليرة. غرفة نوم، سفرة وجلوس، ثلاجة وتلفزيون وفرن ومكنسة كهربائية وجلاية، كل اللي سمعته صحيح، فقط ب 17000 ليرة مع تقسيط لمدة 9 شهور والتوصيل والتركيب مجانا. أيدن لايف موبيليا سلطان غازي اكتلي وأيوب سلطان. واتساب 0532-511-64-55. عبر ثلاثة محاور هي الجانب العلمي والسلوكي والبدني، تركز مدارس توليب الدولية على تخريج جين مبدع مكتمل الأركان مع تركيز كبير على التقنية والذكاء الاصطناعي. مدارس توليب، مدرسة بالبيت ثاني. ييني بوسنا وبيلكدوزو 0539-797-54-54. مدارس توليب، العلم أقرب مما تتصور. الآن بات الحصول على رخصة قيادة سيارة أكثر سهولة. مدرسة فارك لتعليم قيادة السيارات وسيلتك الأكيد للحصول على رخصة قيادة تركية وبأسعار منافسة. تدريبات عملية بأحدث السيارات، لا تتردد واتصل بنا. مدرسة فارك لتعليم قيادة السيارات، إسطنبول، باجلر 0543-938-87-31. الآن مع مستشفى برينجي الدولي، علاج للأمراض النسائية مع طاقم محترف وطاقم توليد متكامل مع غرفة فندقية في آي بي. مستشفى برينجي الدولي 0549-715-0657. وأنت في بيتك دافئ ملتحف، آمن مطمئن، تذكر من ساءت بهم الظروف وتبدلت بهم الأقدار وكان الشتاء عليهم صعبا، ولنترحم تراحموا. حملة سنجمع فيها ما يلزم المحتاجين من اللاجئين في تركيا من ملابس وأحذية وألعاب ومستلزمات الشتاء لتكون عونا لهم في هذا البرد القارس. تراحموا. حملة تطلقها إذاعة مسك أف أم وبالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر ومجموعة أمة الكشفية وفوج الفاتح الكشفي ومجموعة عطاء الكشفية. تجدوننا في جميع مناطق إسطنبول 0552-553-29-14.
البرد قارصهم وعطاءك دفئهم. ولنتراحم. لإعلاناتكم على مسك اف ام يرجى الاتصال على الرقم 0350-234-17. أول ما نبدأ ونقول صلوا على طه الرسول، صلوا على طه الرسول، ويا مهندسنا علي الصوت، يا مهندسنا علي الصوت، سمع لي كل اسطنبول. بدك تسمع فكر معنا، بدك تسمع لحن مغنى، بدك تسمع فكر معنا، بدك تسمع لحن مغنى، ضلك دايما انت معنا احلى اذا عايز كده. اسمع يا سعاده البيت تخلي مزاجك اما ايه، اسمع يا سعاده البيت تخلي مزاجك اما ايه، صبح علينا وعليه، صبح علينا وعليه، اجدع صوت اجدع صوت بس يلا يا جدعان، ولا اشي جنبوك هيوقف، هاي 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 اسمع همزاجك بتلطف، هاي 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 وزبط لي ترددها يا زلم، اقوى اشارة مسك اف ام اسمع ويانا الكلمات هزوجات زيت النغمات السيارة وبالديوان هنسمعها مسك اف ام سيارة وبالطيارة وكل شاب وطفل بالحارة لك حتى ستي ختيارة اسمع مسك اف ام أكيد بترضي أي شيء بالنسبة بالمستحيل وحد سماعة بدين فيك اسمع مسك اف ام سيارة وبالطيارة اسمع مسك اف ام كل شاب وطفل بالحارة اسمع مسك اف ام لك حتى ستي ختيارة اسمع مسك اف ام براعي مسك برعاية مدارس دولي بالدولية مدارس دوليب تعليم غير نمطي. عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال في الجزء المتبقي من برنامج براعي مسك مع المبدعة لين عبد القادر. الآن سنحكي بعيدا عن تأليف القصص وقصة النمول الأمور العجيبة التي قلتيها لي، أنا أحببتها حقيقة أحببتها، واقترح طبعا عليك أن تؤلفي قصص لبرنامج براعي مسك إن كنت ترغبين بتأليف القصص، ما رأيك؟ نعم. ألفي لنا قصص في براعي مسك وأنا أقرأها للأطفال. واو، سيصبح لدينا قصص حصرية من تأليف صديقتنا لين. الآن نأتي لإبداع لين في الكشافة. لين واحدة من أبرز الأعضاء الناشطين في الكشافة. في أي كشافة أنت؟ كشافة القدس. كشافة القدس، هذا الفريق الكشفي تذهب معه لين وتقوم بالكثير من الأنشطة. اليوم سنفهم بعض التفاصيل عن الكشافة التي لا يعرفها الكثير من براعي مسك. أول شيء، هناك كل أعضاء الكشافة يجب أن يقطعوا ما يسمى بالوعد الكشفي. ما هذا الوعد الكشفي يا لين؟ أعد أن أقوم بواجبي نحو الله ثم الوطن وأن أساعد الناس وأن أعمل بقانون كشافة. تقطعون على أنفسكم هذا العهد؟ نعم. يعني أنت تعاهدي أن تقومي دائما بالواجب نحو الله والناس وأن تخدمي الوطن وتساعدي الناس دائما. يعني إذا أنت لأنك قمت بهذا العهد مع الكشافة، أيضا إذا شفتي شخص أو رأيتي شخص يحتاج المساعدة فيجب أن تقدميها له، لأنك أيضا لديك أخلاق عالية، إضافة لذلك أنت قمت بالوعد الكشفي، صح؟ نعم. طب أنت قلتي في نهاية أن أعمل بقانون الكشافة. ما قانون الكشافة يا لين؟ كشافة بشوش. أن يكون الكشاف بشوش. ماذا بشوش أيضا؟ نظيف مخلص. ماذا عن الكذب والصدق؟ صادق. ماذا عن مساعدة الآخرين والنفع؟ نافع. أن يكون نافع، يعني يجب أن يكون هذا هو قانون الكشافة. نعم. يعني أنت يجب دائما أن تهتم بنظافتك. نعم. وأن تكون صادقا. إذا شخص كاذب لا يقبلونها في الكشافة، صح؟ نعم. شخص لا يصادق الآخرين، ليس ودود، يعني حاد الطباع أو سيء، لا يقبلونه في الكشافة. صح. هكذا. طيب كيف يتأكدون أنك أنت
لست سيئة أو لا أنك تنفعين الآخرين، كيف يتأكدون في الكشافة؟ يعني هم مثلا في الأنشطة يرون كيف أنت تساعدين الآخرين؟ نعم. من خلال الأنشطة يتأكدون. نعم. رائع رائع جدا. طيب هناك الكثير في عالم الكشافة ما يسمى بالصيحات الكشفية، ينادون بعضهم البعض أو يقف القائد في الكشافة ينادي الآخرين من الأعضاء، ما يسمى الصيحات الكشفية يا براعم مسك. ولديها صديقتنا لين بعض الصيحات، هل يمكنك أن تعلمي براعم مسك بعض الصيحات الكشفية؟ تفضلي. زهرات مبدعات، زهرات ناشطات، زهرات نحن حياتنا دوما أنيقات، زهرات رائع. وماذا عن صيحة أخرى عن إماء الله، تعرفينها؟ يا إماء الله هلا هلا سيروا بدرب الله هلا هلا، هكذا يمشي القطار والصلاة على المختار، هكذا يمشي القطار والصلاة على المختار، يا إماء الله هلا هلا سيروا بدرب الله هلا هلا، هكذا تمشي السفينة والصلاة على نبينا، هكذا تمشي السفينة والصلاة على نبينا. رائع رائع. يعني أنا لو ذهبت إلى الكشافة كنت تعلمت هذه الأمور، صح؟ أنا أشعر بالندم الآن لأنني لم أذهب إلى الكشافة. هل تستقبلون خالة كفاح معكم في المخيم في الكشفي؟ بس أنا كبيرة قليلا، ليست مشكلة؟ طيب سأذهب يا براعم إذن إلى هذا المخيم الكشفي حتى أردد بعض الصيحات الكشفية معلين، أنا أعدك بذلك إن شاء الله. طيب الذهاب إلى الكشافة، أنتم تذهبون هناك مثلا كل أسبوع كل يوم، متى تذهبون إلى الكشافة وماذا تفعلون أصلا هناك؟ نروح نتمرن عن الرياضة، رياضة، ونقرأ القرآن. تقرؤون القرآن، جميل. ونتعرف عن الأقصى، عن الأقصى يتكلمون. رائع. طيب كل متى تذهبون إلى الكشافة؟ بالعطل، في العطلات. الآن في عطلة بين الفصلين هل هناك مخيم؟ نعم. طيب دعينا نتكلم قليلا عن المخيم الكشفي، فكرة المخيم، يعني ما الفكرة من المخيم الكشفي؟ هناك هناك يعني ننام بدون أمهاتنا. واو، وأنت طفلة معتادة أن تبقي مع ماما، فجأة هكذا تذهبين، ألا تشعرين بالخوف؟ لا. طيب كم عدد الأطفال في المخيم هناك؟ كثير. كم؟ كثير، كثير من الأطفال. إذن هذا رائع، معلومات جديدة حقا، يعني أتمنى من الكل أن يستفيد من هذه الأفكار والمعلومات فيما يخص موضوع الكشافة. في غيابكم عقلي شرد واحتارت اشواقا، بتلقى وتشيلوا عن قلبي احزانا، حقيقة أنا ذهلت من هذه الفكرة، فكرة أن تناموا من غير ماما وبابا ومن غير غرفتكم الدافئة. ألا يوجد بنات أو أولاد في المخيم يبكون برأيك؟ يعني مثلا أريد ماما، أريد الذهاب إلى البيت، هكذا يوجد؟ يعني قليلا. أنت بكيتي؟ أخفي لا الحقيقة. لا. ولا مرة؟ أنت لا. شجاعة، شجاعة جدا يا بنتي، شجاعة. طيب أول مرة ذهبتي إلى المخيم من دون ماما وأنت لا تنامين برا البيت، كيف شعرتي؟ كانت أمي موجودة. كانت موجودة في المخيم. نعم. يعني هي ذهبت معك أمك إلى المخيم. نعم. طيب لماذا ذهبت ماما معك إلى المخيم؟ لأبي ليس بالبيت. فهمت. طيب أنت إجمالا تحبين أن تبقي في الكشافة؟ نعم. تحبين، يعني أحيانا بعض الأطفال يالين يمارسون موهبة أو لديهم هواية وبعد ذلك يقولون لا 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 ليست هذه الهواية التي أحب أن أمارسها. أنت الآن دخلتي لعالم الكشافة وتعلمتي قوانين الكشافة وتذهبين في المخيمات الكشفية. نعم. الآن تحبين إذن أن تستمري في ذلك وهذا شيء جميل. أين تحبي أن تتطوري في موضوع الكشافة؟
كيف؟ يعني في المستقبل مثلا هل تصبحي كشافة كبيرة؟ في هناك فرق كشفية في كل العالم، تعرفين ذلك؟ في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم العربي وحتى في تركيا. هل تحبين أن تتعاملي مع هذه الفرق الكشفية العالمية؟ نعم. أيضا تتبادلين الخبرات؟ نعم. رائع. طيب ألا يؤثر موضوع الكشافة على دراستك؟ لا. لا يؤثر. يعني أنت يمكنك أن توفقي ما بين المدرسة والواجبات المدرسية وما بين الكشافة. هل يعطونكم واجبات معينة في الكشافة؟ نعم. مثلا مثل ماذا؟ مثلا أن نرسم الأقصى. ياي، تعرفين ترسمين الأقصى؟ يعني رائع جدا جدا. وتتعلمين كيف ترسمينه فترسمينه. نعم. رائع. أنا حقيقة فرحت جدا لأنني تعلمت قليلا اليوم عن الكشافة، وأعتقد أن براعم مسك فرحوا كذلك. هناك الكثير جاءت من التعليقات، يضعون الوجوه المبتسمة، يبدو أنهم أحبوا المقابلة. أبو قصي يضع لنا الوجوه الجميلة. سماهر الخلف تقول أبوس قلبها كفاح، بحبها، فكرت بس أنا اسمي كفاح، هلا حبيت اسمي لما شفت كفاح سلامة. أبوس قلبك كفوح. شكرا، شكرا لك يا سماهر. يعني أنت اسمك في الفيسبوك سماهر لكن في الواقع كفاح. ضحى الإسلام تقول نحب أغاني مسك. شكرا جزيلا لكم. دائما عمير يختار لنا الأغاني بعناية، وأحيانا أنا أساعده ببعض الأغاني. وأنتم لو لديكم اقتراح لأغاني مميزة وجميلة اكتبوا لنا في التعليقات، وطبعا عمير سيضعها إن شاء الله لكم بإذن الله. كل من يكتب لنا التعليقات نحن ممتنون لكل تعليق وكل يعني إعجاب تضعونه، وأيضا لمتابعتكم. طيب يا صديقتنا لين، الآن أنتم تنتظرون طفل جديد في العائلة، أنت وأختك أمل، صح؟ كيف شعورك؟ جدا جميل. متحمسة؟ نعم. طيب هل هي بنت أم ولد؟ ولد إن شاء الله. طيب ماذا تفكري أن تهدي ماما مثلا لما تقوم إن شاء الله بالسلامة؟ لم أفكر. لماذا يا لين؟ يجب أن تفكري. لو تريدي أن أساعدك إن شاء الله بهذه الفكرة، يعني حتى تكون هكذا يأتي أخوك وأنت تصبحي أخته الكبرى، تساعدينه هك وكيف تساعدينه في ارتداء ملابسه وتحضرين الأغراض حتى ماما، يعني أنت تشعرين بالحماس لأجل لا. ذلك أنت لا. رائعة. أتوقع لأنك قائدة جيدة في الكشافة فستكونين أبلة وأخت جيدة لأخوك القادم بإذن الله. طيب وصلنا لفقرة السحب يا لين، هل يمكنك أن تسحبي لنا لنرى من الفائز؟ هناخد في الرحلة طيارة ولا أحلى نجري بها. الفائز معنا هو صديقنا معتز عتيق. مبروك لك يا معتز. مبروك لك يا معتز، لقد كسبت معنا جائزة من مكتبة الشبكة المعرفة الموجودة في الفاتح شارع أك شمس الدين، ونتمنى عليك أن تذهب لاستلام جائزتك من هناك أو يعني تتواصل مع مقر الإذاعة وقد يساعدونك في ذلك. وأنت يا لين ما هو طموحك وأين تحبي أن تكوني في المستقبل؟ أين تحبي أن تكون لين الكبيرة لما تصبحي في الجامعة مثلا؟ أكون بردة. أين؟ ماذا تدرسي؟ أدرس؟ عن المزارع. هندسة زراعية. نعم. واو، تحبي الاهتمام بالبيئة والنباتات. نعم. اهتمامك عجيب وغريب ورائع، وهذا يتماشى مع قوانين الكشافة أن يكون نافع، أنت تنفعين ليس فقط نفسك، تنفعين البيئة والآخرين. أتمنى لك التوفيق من كل قلبي لين الجميلة القائدة الكشفية الصغيرة في استوديو براعم مسك. شعرت بالسعادة لأنني تعلمت منك اليوم الكثير، ولابد أن براعم مسك أيضا شعروا بذلك. شكرا لك لحضورك معنا في استوديو براعم مسك يا لين. شكرا. وأنت أيضا العفو منك. وأنتم يا براعم حتى نلتقيكم الأسبوع المقبل، أتمنى أن تكونوا بخير وانتبهوا على صحتكم حتى لا تصابوا بالإنفلونزا مثل خالته كفاح، وأراكم الأسبوع المقبل إن شاء الله وقد أنهيتم امتحاناتكم. تحيات من عمير وتحيات من خالته كفاح، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. نحن براعم مسك.